مشعل في نفسي ما اعرفش ايه بيحصل لما بشوف عينيه ما بقتش عارفه اقول له ايه ما اعرف ليه خبت عينيه بضعف قوي وانا جن وبسلم عليه كل حب الدنيا دي في قلبي انت اغلى الناس علي روحي فيه كل حب الدنيا دي في قلبي ليه انت اغلى الناس علي روحي فيه انت لو قدام عيني اشتقت لي يخطر على بالي اعمل جوله سياحيه على الفضاء الخارجي وهالشي صار فسافرت هلا بحواسي مثل كل المشاهدين يلي تمتعوا بهاللوحه الاستعراضيه. من الفضاء الخارجي بنرجع على الاكاديميه حتى نشوف باطار الصداقه كيف بتنمى روح التعاون والمسؤوليه بين الطلاب. بهالاسبوع من مسلسل اصدقاء ظاهره جديده تفشت السنه النظافة. من بعد ما تعرفوا الطلاب على مسكنه الجديد قرروا انه بيستاهل الحفاظ على نظافته ومن اول يوم كل طالب منه لحاله استلم مهمة تنظيف معينة. امل ركزت على تمسيح ارض الاكاديمية وتلميعها ليلا نهارا. نيلي وميسون جمعوا مواهبهم للجلي وقاموا بمهمتهم على طريقة الشغل المتتابع وكبر فريق التنظيفات الخاص بسرعة والتحق فيه أعضاء جداد لا سيما سالي مروة وتينا. أما الشباب فكمان كان لهم دور فعال هون مسحت كله بهاي عم بتشيليون عاد بشيل فيهم ماي وشيليون ما هي زنخه بتطلع ريحتهم. بس كل هالتهافت على التنظيف خلق نوع من الوسواس عند الطلاب واضطرت رئيسة الأكاديمية إن تتدخل شخصيا لتعين مدير للتنظيفات. عماد أنت أكتر واحد شوفك بتنظف بالأكاديمية بتنظف براد وبتشيله وبتحطه وبتنظف المكان شو رأيك تهتم بهالأمور؟ ما حدا بيعطل هم النظافة مثل عماد وين ما بيمرق كل شي بيبرق هيدا هو عماد ولهيدا السبب هو اللي بيحرز لقب الموظف المثالي لهالأسبوع Employee of the Week. مدى اهتمام الطلاب بالنظافة مدهش لدرجة تخطط المألوف. نحن بنشكركم على التنظيفات بس ما تنطفوا لنا الإزاز. وهالاهتمام بدل أن الطلاب حملوا معهم تربيتهم الفاضلة على الأكاديمية. الأكاديمية نموذج للنظافة واللمعان وعلى ما يبدو الطلاب ناويين ينطفوا كل شيء بيوقع تحت إيديهم. يعني اللي فينا نقوله عماد كان قد المسؤولية وإن شاء الله يضل بهالمهمة والنشاط. منكمل سهرتنا الحافلة الليلة ومجددا منستقبل ضيفتنا أصالة. بعيش من غير ما فكر
من غير ما افكر في حاجة ما تهمنيش. اهم حاجة في حياتي اني بعشق حياتي. اهم حاجة في حياتي اني بعشق حياتي. ولا يوم بحاول افكر في اللي فات وفي اللي عدى واللي ممكن سهرة العيدين. وصلنا للمرحلة الحاسمة بمسيرة انتصار ميسون ونيلي. رح اطلب منهم للنومينيز الثلاثة يتفضلوا على المسرح، على وسط المسرح. وحدة من الصبايا الثلاثة حظها تمشي على خطى خالد، وصبية رح يخلصوها زملائها، وصبية أنقذ الجمهور وناطرة تسمع اسمها هلا. مين خلص الجمهور؟ التونسية انتصار الأزهر صاحبة الشكل اللطيف، أو المصرية ميسون صدقي مثل ما صار قبل بثمان أيام بالتحديد، أو نيلي معتوق من لبنان اللي عم بتواجه الموقف الصعب للمرة الثانية، يلي بينال أعلى نسبة من الأصوات من أصوات الجمهور بيكون ضمن عودته السريعة لزملائه قبل الاستحقاق الثاني. هالأسبوع استفادوا الصبايا من يوم تصويت إضافي، التصويت بدأ الثلاثة وتوقف الليلة. إذا كان عندهم يوم تصويت إضافي ونحن هلأ بانتظار النتيجة اللي رح تبين عنا على الشاشة بهالثواني،
جود لك يا صبايا. إذا النتيجة هي النتيجة عم تبلش تبين على الشاشة. وميسون مبروك لك كمان، الجمهور خلصك ترجعي تنضمي للأكاديمية. إذا ميسون تنضم للأكاديمية وبتبقى معنا نيلي وانتصار. ارجعوا لمحلاتكم طلاب بليز، تفضلوا بليز لمحلاتكم، تفضلي بليز. صار دور الطلاب يصوتوا، والأكترية يلي بتحسم مين رح ترجع على الأكاديمية. الاختيار دقيق ومحرج، لكن هيدي قواعد المسابقة. الجمهور بيخلص واحد والطلاب بيخلصوا الثاني. بنبدأ مع تينا، تفضلي تينا. إذا أول نجمة بتروح لنيلي. داني سوري ميسون، سوري انتصار، تينا نيلي. نجمتين لنيلي، تفضل كارلو. نيلي. ثلاث نجوم لنيلي. شروق نيلي. أربع نجوم لنيلي. أنت سالي سوري نيلي انتصار. إذا أربع نجوم لنيلي ونجمة لانتصار. محمد سوري انتصار نيلي. خمس نجوم لنيلي ونجمة لانتصار. شدا بحبك نيلي بس انتصار. نجمتين إذا لانتصار. منكمل مع أحمد. سوري انتصار. ثلاث نجوم لانتصار وخمس نجوم لنيلي. علي يلا علي. احنا لبنان واحنا نيلي. ست نجوم لنيلي وثلاث نجوم لانتصار. مش شايفة وجهك. عبد العزيز، تفضل عبد العزيز. سوري انتصار نيلي. إذا مشاهدينا في سبع نجوم لنيلي، ثلاث نجوم لانتصار. أيوب نيلي. ونجم زيادة لنيلي. إيمان سوري نيلي انتصار. إذا أربع نجوم لانتصار، ثمانية لنيلي. عماد انتصار. خمسة لانتصار وثمانية لنيلي. مروة سوري نيلي انتصار. ست نجوم لانتصار، ثمان نجوم لنيلي. واخر صوت تفضلي امل انتصار. سبع نجوم لانتصار، ثمان لنيلي. الف مبروك لنيلي اللي ترجع بتنضم للاكاديميه. وانتصار بتغادرنا، لكن بعد ما تكمل سهرة العيد مع زملائها. وقبل ما نختم البرايم بتمنى لكل المشاهدين عيد أضحى مبارك، وإلى اللقاء بموعدنا اليومي كل يوم الساعة 7. ما تنسوا تلاقونا، وهابي نيو يير للجميع.